للحقائق الصعوب من هنا من الكثبان الرملية الذهبية من ميدان حمران هنا بمنطقة الوقن، كما شاهدنا أشواط الرموز وكما شاهدنا مشكورة لسهيل بن رملي بن محمد العامري، هي من تختطف الدرع الغالي وتسعيرته جن الرياسة، وكما شاهدنا منذر الذي نجح في الاختبار بالفعل ومن إنتاج المجموعة العلمية المتقدمة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف، أيضا من يخطف الأضواء الكبيرة والعملاقة على بركة الله وتوفيقه. مشاهدين الكرام في كافة أقطار العالم، متابعي قناة ياس الرياضية، نتواصل مع انطلاقة ثالث أشواط هذا اليوم. مباشرة نذهب، مباشرة ننطلق إلى المركز الأول ليتعرف على الصدارة. خيال غانم بسيف خميس البادي القادم مع الخيال بشعار العبقري عبد الله بن طويرش الوهيبي المركز الثاني، أمل في المركز الثاني، مغير بن سالم بن حارب العميمي من يتواصل، أحد شبابنا ذو الخبرة، أحد شبابنا ذو الدراية الكبيرة ناصر بن مغير العميمي يتواجد ليقود أخي أمل في هذا الشوط. ولكن هنا المركز الثالث، الوصول مواري، مواري مرحبا بمواري، مرحبا بعبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، وصل أيضا القادم من ميدان التراث، القادم من ميدان سويحان، الوصول من الجانب الآخر، شودة يا شودة، عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي وصل بالشاوي، ولكن هنا أيضا صاحب الميدان يقدم العفريت، يقدم محمد بسهيل بن خيرات العامري يقدم العفريت. الله 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 الله، الخمس المراكز الأولى، إلى أين السيارة؟ تسعيرة هجن الرياسة الأولى بالفعل. شكرا لهذه المؤسسة العملاقة، المؤسسة التي تأتي بالدعم الكبير من بداية أيضا 29 من شهر 9، ولكن العميمي، العميمي وصل، العميمي مع متعبة أو العرياني محمد بن سلطان بن محمد العرياني، هذه متعبة الإنجازات، هذه متعبة الأداء الرائع، هذه صاحبة التوقيت الرائع إن شاء الله من سرعتها الجميلة الجميلة، أيضا متعبة محمد بن سلطان بن محمد العرياني، العرياني تسير بقوة رائعة وصلت في هذه اللحظات. أيضا القادمة المنطلقة المايدية عمير بن حمد بن مبارك المهيري وصل شعار راعم طيله، القادم بكل قوة، القادم بالأداء الكبير والتحدي المثير مشاهدين الأعزاء، ولكن أيضا متعبة على الصدارة، متعبة على الانفراد الكبير، متعبة على الأداء الرائع والجميل. هناك محمد بن سلطان بن محمد العرياني، العرياني يقود متعبة، هنا أيضا أحد الأسماء، أحد الأسماء المتعبة بالفعل، متعبة على الصدارة، متعبة على المركز الأول. الله 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 على هذا الأداء الكبير. المايدية في المركز الثاني، المايدية في المركز الثاني، شوفوا من القادم، شوفوا من القادم هناك على المركز الثالث. هنا الوصول من شودة، عبد الله بن نايع بشاوي الغفلي، وصل بن زيتون، وصل بن زيتون مع سلودة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هذه أيضا هذا هو الأداء الكبير. السيارة بالانتظار، متعبة يا العرياني، يلا يا بن غدي الروح، روح والرب داعي لك مع هذا الأداء الكبير، مع هذا الانطلاق أيضا الرائع والجميل. المركز الثاني المايدية، المايدية العمير بن حمد بن مبارك المهيري، سلهودة بن زيتون، سلهودة المجازف وصلت على المركز الثاني. من قدم لنا منذر، من قدم لنا سلالة الطائر بالفعل، ياتي بن زيتون، ياتي مع سلهودة، وصل شعار الشاعر راعيق حير، وصل الشاهينية محمد بن حمد سالم راعيق حير، ولكن شوفوا من القادمة، عوايد سيل سالم باللوتية العامري. أعود إلى مقدمة الشوط، سلهودة، سلهودة متعبة، متعبة سلهودة تخترق حاجة الصوت. الله 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 يا بن زيتون، النقطة الثانية، النقطة الثانية على التوالي، كما قدم منذر يقدم سلهودة، يقدم سلهودة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، منازف 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 مع المجازف، المجازف هنا يقدم الأداء الكبير التحدي المثير. سلاماتنا عينوية، سلاماتنا عينوية لله درك يا بن زيتون، شكرا يا ابو سعيد على هذا الأداء الكبير. المركز الثاني متعبة محمد سلطان
قام محمد العرياني المركز الثالث وصلت الشاهينية اللي أيضا محمد بن حمد بسامر عق حير درعي المركز الرابع كانت هناك عوايد لسهيل بن سالم اللوتية العامري والمركز الخامس كان الوصول من المايدية عمير بن حمد بن مبارك المهيري. هكذا مشاهدين الأعزاء هكذا أيضا نعود هنا مع الهواري ومع لقطاته الجميلة بالتوقيت الزمنية شاهدنا متعبة أيضا من أيضا أتت بالاندفاع الكبير وأيضا يرت الشوط يرب الفعل ولكن بن زيتون يخطف الأضواء ويأتي أيضا هنا بالصدارة الأولى على ظهر سلهودة. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام تهانينا من الأعماق لبن زيتون على هذا الأداء الكبير والتحدي المثير. مشاهدين الأعزاء العودة بالتوقيت الزمني هنا أيضا لحظات الوصول ولحظات أيضا الأداء الرائع والجميل. التوقيت الزمني 4:48 أربع أجزاء من الثانية سلهودة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يخطف النقطة الثانية وما أجمل الصدف. أيضا سلهودة تحمل الرقم 2 المركز الثاني قدمت عرض رائع وجميل أداء نجومية كبيرة متعبة ب4:50 أربع أجزاء من الثانية. هنا أيضا من تواصلت محمد بن سلطان بن محمد العرياني اندفاع ولا أروع بينما المركز الثالث شاعرنا راعق حير أتى ب4:50 سبع أجزاء من الثانية على ظهر الشاهينية محمد بن حمد بن سالم الدرعي. تهانينا من الأعماق على هذا الفوز والانتصار. هكذا مهرجان البيت متوحد هنا للحقائق الصعوب في ميدان حمران الذي أسس أيضا بتقنية عالية واستحدث أيضا على هذا النمط الجميل وأيضا الأداء الرائع كما تشاهدون هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناتي ياسر.